تشوف الصفحة تاعي تاع الانستغرام، كل ما نحط حاجة على بنت البلاد نحط فكرة مقتبسة. ناس بزاف هضروا على الجينيريك ما تحطش فيه الاقتباس. الجينيريك ماشي خدمة السيناريست. البرودكسيون نهار الاول كي هي عرضت عليا العمل، عرضته على اساس ترجمة العمل الجزائرية. انا ما حبيتش نترجم كلش، حسيت بلي نقدر نمد اضافات، حسيت بلي عندي بزاف احداث في راسي قادرة نقدر نمتع بهم المشاهد الجزائري. دونك على هذه ما كتبتش اقتباس 100% ولا ترجمه 100%، لانه الاحداث على قد ما راح تمشي على قد ما راح تبعد على مسلسل العروس الجديده. الناس راهي تتهم فيا اني اقتبست 100% من العمل، حتى تكون في حلقه الاحداث تاع جديده بصح يعاودوا يقولك نو هذا المسلسل تاع العروس الجديده، ما على باليش علاه.